مع حضراتكم على الهواء ومشرفنا في الاستوديو أسرة مسلسل المرافعة، وانضم إلينا على الهواء مباشرة الفنان محسن محي الدين. أهلا وسهلا، منورنا ومبروك الدور. كنا بنم عليك احنا وأسرة العمل، الدور متميز جدا طبعا. ما دام قلت لك يبقى بالخير، لو ما قلتش كان يبقى حاجة تانية، مش كده ولا إيه؟ هرجع بس لتامر عشان كنت بسأله سؤال، يعني نحطه كده في، أنت مش ممكن تبقى شاطر قوي على كل الناس كده، لازم برضو الناس تشطر عليك. كنت بسألك انسي خلاص، انسي فينا شرف المحاولة. كنت بسألك التيمة الخاصة بتزاوج المال والسلطة والفساد الناجم عن دي، تيمة الناس كتير اشتغلت عليه. تامر كان حاسس انه هيقدم ايه في القصة دي؟ اولا عرف يعني ايه فساد، مش احنا بنقول كلام حلو قوي، تزاوج المال بالسلطة والفساد، لازم اعرف يعني ايه فساد. تاني حاجة، لازم لما اجي اكتب عن حاجة زي ما اتفقنا في الاول، قلت لك الاستاذ وحيد حامد علمني ان اعرف ايه اللي انا بكتب عنه. انا شفت امن الدولة، انا كنت في الحزب الوطني، انا شفت واعلم اسرار في الكواليس كانت بتتم، ممكن ما تتاحش لمؤلف غيري، ما تتاحش لواحد بيكتب غيري. فلما يجي يكتب يبقى بيكتب وهو في حتة مش شايفها، يعني الصورة مش واضحة. انا الصورة واضحة جدا قدامي من اول ما شبيت على الدنيا لغاية اخر يوم في النظام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، عارف كل حاجة بحكمي بقى، انا بحكم علاقاتي، بحكم ابويا، بحكم اني اشتغلت 7 سنين جوه الحكومه، فانا عارف حاجات كتيره ممكن تبقى مختفيه شويه عن اي مؤلف تاني. هظهرها، وهظهرها بذكاء مش بفرد عضلات، ما انا ممكن ابقى عارف معلومه اروح جاي طرشها كده زي الاهبل وابوظ قيمتها وابوظ روحي، لا انا اعرف ازاي ارميها لك زي بلقم، يعني عفوا في التعبير، مش عايز اكون لئيم، لكن الكاتب زي لعيب الكوره كده ياخد اللعيب كده يروح رايح كده على الجون، فالجمهور يعمل يبسطه، لازم اعمل التغزيله مظبوطه. فانا اعرف حاجات كتيره ممكن غير يعني يجي مشهد يتقال فيه هو تامر كان عايز يقول ايه، ده كان عايز يقول هو ده مين، هو رفعت الاسيوطي ده مين، وهل صحيح رفعت الاسيوطي ده ممكن يعمل كده، هو ابراهيم ابو العز اللي هيظهر مين، هو جلال ابو الوفا وجمال ابو الوفا ازاي دول اتربوا في بيت واحد، ايه يعني هتشوفوا ايه البيت اللي طلع الراجل ده، وراجل هل الراجل ده صالح فعلا، وهل الراجل ده ملوش اخطاء، له اخطاء. حاسه ان دور جلال ابو الوفا فيه مفاجآت كتيره في الشخصيه، مش كده؟ هيبقى عندنا مفاجآت في الشخصيه. لسه احنا فرشه لسه. هو بس مشكلتي مع محسن ان كل البنات بتكتب يقولوا انه رجع تاني بقى، والحلو القديم والجميل القديم والموز القديم. له جاذبيه خاصه. ومازال له جاذبيه خاصه الدور ده.